وللتعمق في هذا الملف الخاص بهجوم مانشستر رسائله وتداعياته نواصل مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور يحيى الزهراني أستاذ العلوم الاستراتيجية جامعة نايف، ومن اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومن لندن ينضم إلينا الكاتب الصحفي بدر القحطاني. مساء الخير جميعا، وأبدأ معك بدر. يعني بالأمس كان هناك بعد الهجوم كان هناك حديث كبير وتعتيم في الأخبار، الأمور غير واضحة إلى أن تبدت شيئا فشيئا. تعتقد يعني لماذا الهجوم في البداية على مانشستر؟ هل هناك محاولة لإبعاد أو استهداف أكثر من منطقة، أو البعد عن العاصمة لندن حيث التعزيزات الأمنية المشددة أكثر، والذهاب إلى مناطق أقل تشددا من الجهة الأمنية؟ شكرا عزيزي أيمن، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. مدينة مانشستر بالمناسبة هي مدينة ليست غريبة عليها إدارة الحشود، فهي تحتضن أكبر من ناديين من أكبر النوادي البريطانية، وهي معتادة على تنظيم الفعاليات. الفارق هنا أن الحفلة الغنائية كانت لمغنية غالبية محبيها من المراهقين والأطفال. ربما الإرهابي فطن إلى هذا الأمر واستغل ربما ليست ثغرة أمنية أكثر من كونها عدم تشديد كثيف على الأمن. أمس في وسائل الإعلام نقلت عن شهود عيان أن هناك بعض الداخلين لم يتم تفتيشهم من الأساس، ونتائج التحقيقات الأولية الآن تقول أن الوسيلة المستخدمة في التفجير هي وسيلة بدائية الصنع، وهذا يشي أنها ليست متطورة، وهي تحتوي على مواد بدائية إذا كانت كالمسامير، أو هذا تحليل الخاص طبعا وليست معلومة. المعلومة الأكيدة أنه استخدم قنبلة بدائية الصنع. أنتقل إلى الدكتور سمير، انعكاسات هذا التفجير ربما على الشأن الأوروبي بشكل عام. هناك يعني استنفار على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب القمة المرتقبة، وهناك رغبة بإظهار أوروبا قادرة على مواجهة الهجمات الإرهابية، لكن في ذات اللحظة هناك هجوم إرهابي يقع في مدينة كبيرة مثل مانشستر، وأيضا في ظل يعني تجهيزات أمنية في دولة قوية مثل بريطانيا. نعم، يعني دعنا أخ أيمن أولا نتفق أنا وأنت على أنه النقاش الذي كنا نجريه قبل قليل في موضوع ضرورة التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب، الآن نراه مرة أخرى اليوم من خلال هذا الهجوم الإرهابي، هذا العمل الإرهابي في بريطانيا، أنه فعلا لابد من الإسراع في عملية إنجاز هذا التنسيق العملي على الأرض، لأنه لا يمكن إطلاقا لأي كان بعد الآن أن يقول أنه خارج هذه الأعمال الإرهابية وأنه بعيد عنها أو كلام مشابه. نقطة أهم من كل ذلك، وهنا أجيب على السؤال مباشرة، برأيي أنه التوقيت هنا برأيي كان النقطة الأساسية في توجيه رسالة ربما من قبل هذا التنظيم الإرهابي، لأنه كما تعرف داعش يتلقى ضربات قوية في الأسابيع الأخيرة تحديدا في سوريا والعراق، والآن هو يحاول أن يستفيد من الأجواء وهذه القمم والمؤتمرات الإقليمية والدولية لمحاولة التأثير أو تسجيل موقف بشكل أو بآخر. لذلك أنا أرى أنه لا يمكن إطلاقا أن ينجح في أي رسالة من هذا النوع بعد هذه الساعة، لأنه الحجم للتنسيق الذي نراه وسنراه في المستقبل بين الدول باتجاه وضع الخطط العملية على الأرض في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية وقطع الطريق على الجهات التي تحاول استغلالها والاستفادة منها، هذه نقطة أساسية برأيي مهمة، أنه البعض يحاول أن يلعب أوراق مثل هذه التنظيمات لتمرير رسائل، لتوجيه رسائل. هذه النقطة الآن بعد الآن ستجد مثل هذه القوى الإرهابية أيضا في الاستفادة منها. دكتور يحيى، كيف تقرأ هذا الهجوم على في مانشستر، ويعني في منطقة أيضا مزدحمة مثل مانشستر أرينا، وهو يعني ملعب كان في حفل غنائي وفي ظل يفترض أن يكون هناك تشديد أمني؟ بالتأكيد يشير هنالك خلل أمني حدث من قبل رجال الأمن،
وقدرة كذلك الجماعات الإرهابية. التكتيك الذي صار لارتكاب هذا الهجوم ما يسمى بالذئاب المنفردة، شخص واحد هو من يقوم بارتكاب العملية، لكن هذا يكشف أن هنالك نوع من الخلل في الكشف عن مثل هؤلاء الأشخاص عن طريق التنسيق ومشاركة المعلومات. فبالتالي وجود المراكز يعني مثل المركز التي تم افتتاحه مؤخرا فيما يتعلق بمكافحة التطرف الإلكتروني، الآن نجد أن الجماعات الإرهابية تغذي عقول الشباب وبعض المتطرفين بمعلومات من أجل ارتكاب مثل هذه الهجمات. فبالتالي التنسيق المعلوماتي هام جدا، وفي نفس الوقت يعني أخذ الأمر بجدية. مسألة الإرهاب والعملية الإرهابية حقيقية وتصيبنا، فبالتالي العمل على تكثيف الإجراءات الأمنية والأخذ بها بجدية وحزم أمر هام جدا، خصوصا فيما الأماكن أو المواقع التي تشهد حشود كثيفة. أعود إلى بدر. بدر، يعني وجود أو ضعف هذا الأداء الأمني هو يعني يأتي في مرحلة أو في منعطف مهم في بريطانيا، وهو الانتخابات المرتقبة في 8 يونيو، وأيضا في مرحلة دقيقة جدا لمسألة صعود الشعبوية وصعود جماعات اليمين المتطرف، وهذا من شأنه الإخلال ربما بموازين القوى السياسية داخل بريطانيا، وربما يكون له تبعات على شكل أو الشكل العام للأجواء السياسية المتوقعة أو المنتظرة في القابل من الأيام. جميل جدا. إذا تسمح لي فقط قبل أن أجيب على السؤال أستعرض بعض المعلومات. الحادث وقع بعد 2 شهر بالتمام من وقوع آخر حادث إرهابي في هجوم مبنى البرلمان الشهير، الذي حدث في يوم 23 من مارس الماضي. رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس العموم البريطاني قال إنها كانت معجزة، لأن الأمن البريطاني أحبط تقريبا 13 عملية كانت على وشك أن تنفذ، وهم يصفونها بأنها كانت كالمعجزة. السلطات الأمنية البريطانية رفعت حالة الطوارئ إلى ما قبل القصوى منذ بداية العام 2016 نظرا لوجود تهديدات. غالبية المناطق الحيوية في المملكة المتحدة لديها العديد من الوسائل للتأكد من عدم وجود أي أجهزة حرارية أو متفجرات أو حتى أسلحة، ولعل بعض الأمثلة التي طرحت عندما تم هجوم البرلمان أن الجاني استخدم السكين لعلمه بأن هناك إجراءات أمنية مكثفة قرب القطارات والمواقع الحيوية. أنا كما ذكرت سابقا ربما لأن المناسبة كانت تتعلق فقط بالأطفال والمراهقين وهم غالبية الحضور، فلهذا السبب ربما التكثيف الأمني لم يكن كبيرا. في جزئية الانتخابات بدر، يعني تأثيرات المتوقعة لهذا الهجوم على الانتخابات، يعني نعرف أن نحن بصدد انتخابات وهي قريبة جدا، والحملات الانتخابية علقت، وهناك ربما الكثير ممن يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه العملية على المستوى السياسي. تعتقد مدى التأثير المتوقع لهذه العملية على شكل الانتخابات المرتقبة في بريطانيا؟ لا أعتقد أن هناك ربما أي صلة بين الحادث والانتخابات أو الاستحقاق المبكر الذي طلبته رئيسة الوزراء البريطانية، ولكن ربما تجدر الإشارة في هذه المناسبة أن العمدة الأخير لمانشستر هو من حزب العمال، وحزب العمال يعني نفسه يعاني من بعض الانقسامات، فربما تلقي على ظلال هذه النقطة بالتحديد. إذا تسمح لي فقط أشير إلى نقطة معينة في التحقيقات الموجودة. السلطات الأمنية الآن تبحث عن أمرين، هل هو ذئب منفرد أم هو مرتبط بشبكة. ولفتني أيضا أن الشرطة البريطانية كانت تعاملت مع الحادث بذكاء، لم تعلن اسم المنفذ العملية الإرهابي، ولكن قالت إنها تعتقد أنها تعرف اسمه. وبالتالي عندما تبنى تنظيم داعش الإرهابي العملية كما تبناها في العملية السابقة عند البرلمان البريطاني، لم يذكر اسم المنفذ، وهذا يشي
بأن المنفذ إلى الآن يعني بحسب تحليلي الشخصي أنه غير مرتبط بصلة وثيقة نعم. جدا بالتنظيم. نعم هذه النقطة اتضحت. وانتظر أيضا نعم اتضحت هذه النقطة بدر. نعرف المعطيات. نعم دكتور يحيى تعتقد أن لا تأثيرات على العملية الانتخابية في بريطانيا؟ نعم أعتقد بالتأكيد سيكون تأثيرات. بالتأكيد في الاتحاد نعم. الأوروبي بصفة عامة ودول أوروبية هنالك الصعود لليمين المتطرف. ومثل هذه الأحداث تولد ردة فعل عاطفية لدى المنتخبين، فبالتالي هنالك صعود من صالح اليمين المتطرف، والذي بالتالي يزيد كذلك في السياسات التي تلقي بظلها كراهية على المسلمين أو من الجاليات المهاجرة. فبالتالي أعتقد مثل هذه الهجمات لها يعني بعد ذلك عواقب سلبية على المسلمين الجاليات المسلمة والجاليات المهاجرة في البلدان الأوروبية. نعم أنتقل إلى إسطنبول دكتور سمير. في إطار التعاون الأوروبي وتركيا اليوم أيضا كحليف مهم في منظومة الناتو، تعتقد أن الجدل أو شكل الخلاف الحاصل اليوم بين بين الاتحاد الأوروبي بشكل عام وتركيا، هذه الأحداث كيف يمكن أن تسهم في تقريب وجهات النظر وتوحيدها تجاه يعني محاربة الإرهاب بدلا من الانقسامات الحاصلة على بعض يعني التحفظات السياسية من قبل الاتحاد الأوروبي، خصوصا من قبل أو في إطار أو في سياق العمل المسلح الكردي؟ نعم يعني في موضوع الحرب على الإرهاب تحديدا نعرف جميعا أنه تركيا عانت في علاقاتها مع العواصم الأوروبية من مسألة التنسيق في تبادل المعلومات والخبرات حول هذه التنظيمات الإرهابية وخلاياها المنتشرة سواء كان في داخل تركيا أو في الدول الأوروبية. هذا انعدام هذا التنسيق والتعاون في العامين الأخيرين برأيي هو الذي وفر لمثل هذه التنظيمات الإرهابية أن تتحرك بشكل أوسع في بعض الأماكن. لكن يبدو أنه في الأسابيع الأخيرة الجانب التركي والجانب الأوروبي تنبه وبدأت عملية تنسيق واسعة وبدأت تعطي ثمارها. لذلك كما قلت لك قبل قليل هذا التنسيق مهم، وما قلناه في القمم المعقودة في الرياض وبالبيانات الصادرة تؤكد أنه الآن لابد على أوروبا أن تكون جزء من هذه البيانات وهذا الحراك في نعم لكن الحرب. لكن في جزئية مهمة دكتور سمير، هذا التنسيق بدون هذا نعم. التنسيق سنجد صعوبة، ودائما مثل نعم. هذه التنظيمات الإرهابية ستستغل الفراغ. نعم لكن هناك يعني الجانب التركي لديه فكرة مختلفة تماما فيما يخص الإرهاب، هو يقحم أو يدخل الفصائل الكردية ضمن هذا الإطار، وبالتالي هذا قد يكون أيضا نقطة شائكة بين الاتحاد الأوروبي والأتراك فيما يخص تبادل المعلومات أو الذهاب في مسألة مكافحة الإرهاب بشكل عام. نعم فعلا أنت تشير إلى نقطة في غاية الأهمية، يعني توصيف حزب العمال الكردستاني كما تعرف ليس هو فقط توصيف تركي أوروبي دولي إذا جاز التعبير، لكن مشكلة أنقرة الآن في إقناع الشركاء والحلفاء في موضوع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا. إذن لابد الآن على الولايات المتحدة الأمريكية برأيي كشريك وحليف لتركيا وكلاعب ينسق مع مثل هذه المجموعات الآن أن تضغط باتجاه إقناع هذه التنظيمات حزب الاتحاد الديمقراطي أقصد بقطع علاقاته وكل صلته وروابطه بحزب العمال الكردستاني وغيرها من التنظيمات التي تصر تركيا على أنها تنظيمات إرهابية. هذه قد تكون فرصة برأيي لتفعيل مسار الأمور باتجاه جديد. دكتور يحيى تعتقد أنه التنظيمات الإرهابية اليوم تحاول تصدير أزمتها في المواقع التي تحاصر فيها في سوريا والعراق، وبالتالي الذهاب إلى مناطق أخرى لتقول أنا حاضرة هنا، وهل هذه العمليات ربما تشتد أو تأخذ طابع أكثر حدة في حال تم بدء عمليات جادة في الرقة مثلا؟
وبالتأكيد الجماعات الإرهابية تؤثر وتتأثر بعاملين هامين. الأول فشل الدولة وإمكانية الدولة من فرض سيطرتها على المواقع وعلى أراضي الدولة. الشيء الثاني عدم وجود الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا الآن. هنالك عملية فوضى حقيقة في لكن في جزئية أوروبا هناك يعني الكثير من العمليات جرت خلال العامين الماضيين، وكان أغلب يعني بعضهم مهاجرين، بعضهم لديه يعني يأتي من أصول عربية وإسلامية إلى آخره. هذا من شأنه أيضا أن يضع المنظمات الإرهابية، يعني هنا داعش ومن يدور في فلكها، تحاول تصدير أزمتها الحاصلة اليوم إلى أوروبا. بالتأكيد ما يحدث في العالم العربي له تأثير وانعكاسات كذلك في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. تستخدم مثل هذه الجماعات ما يسمى تكتيك الذئاب المنفردة، بمعنى شخص واحد يقوم بارتكاب العملية الإرهابية من أجل إرسال رسالة سياسية وإحداث زخم كذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي التقنيات التي تستخدمها مثل هذه الجماعات تجعل من الأهمية بمكان استخدام طرق تتفاعل مع هذه الوسائل. فبالتالي التنسيق الأمني هام جدا، تنسيق المعلومات وكذلك التوعية فيما يتعلق بالاعتدال والقيم الإسلامية الحقيقية. أخ بدر، في عجالة تعتقد أن ربما على مستوى الجهاز الأمني في بريطانيا اليوم هناك حالة ربما محاسبة كبيرة، لا سيما أن العمليات الإرهابية باتت متقاربة قبل شهرين، واليوم هناك عملية، و تأتي أيضا في ظل ربما حالة من التشدد الأمني في الأساس، يعني هذا يثير علامات استفهام واستغراب كبيرة. نعم، احنا توقعنا اليوم أن ترفع درجة الطوارئ، ولكن اجتماع اليوم للجنة الأمنية الذي قادته رئيسة الوزراء البريطانية ربما لم يعلن هذا بعد. إذا تسمح لي، للتو وردت بعض الأنباء أيضا عن أن مدينة برمنغهام في حفل أو في تجمع للتضامن مع مانشستر قبضت على أحد الأشخاص، لم يتم التأكد بعد من هويته ولكن كان يحمل سكينا. أيضا في مانشستر في إحدى الجامعات أخليت بعض المباني، وفي أحد المجمعات التجارية حدث إنذار خاطئ وزرع الهلع. يبدو أن الأمن البريطاني سيراجع كثيرا من إجراءاته خلال الفترة المقبلة. نعم، شكرا لك أستاذ بدر القحطاني من لندن، شكرا لك دكتور سمير صالحة من إسطنبول، شكرا لك دكتور يحيى زهراني هنا معي في الاستوديو.